Ladies and gentlemen, please welcome the Rashid Show! شكرا شكرا. وين عندك ديك؟ السلام عليكم. لاباس عليكم؟ انا اليوم بغيت نهضر لكم شويه على الافلام التركيه، المسلسلات التركيه اللي كيعجبني اكثر هما العناوين. العناوين ديالهم زوينين. شوف كيدير: سامحيني، اين ابي، خلود، العشق الممنوع. اجي شوفوا العناوين ديال حنا المغاربه: وجع التراب، العين المطفيه، ساعه في الجحيم. البرتقالة المرة. علاش ماشي البرتقالة وحدة؟ ضروري تكون مرة. خايفين ناكلوها لا. فيها الملحة والسكر وما بغاش تموت. مرحبا بكم. عجبني هذا السيد هذا اللي حاضر معنا، عنده الكرافطة تبارك الله. انا بغيت نسلم عليه، عجبني الشكل ديالو، عجبني. صفقوا اجي عندي، تفضل معايا. زيد اسيدي. كي داير اسيدي؟ صافا لاباس عليك. كي داير اسيدي؟ بخير بخير. الله يحفظك الله يبارك فيك. هادو كاملين ولاد خوك هادو؟ كلشي بخير. مرحبا بك. الله يحفظك. جات معك الكرافاطه ياك بعدا؟ تبارك الله. وجيتي تحضر رشيد شو؟ على زعما انا كتعجبني انت كتعجبني. سمقاني. شكرا. وليت تعجبني في تركيا الا كتفرجوا في الافلام التركيه؟ واش كتلاحظوا واحد القضيه في المسلسلات التركيه؟ كلشي عندهم زوين. كتلقى الطوموبيله زوينه، الفيلا زوينه، مناس الدار زوينه، كتلقى الخدامه هي زوينه، خدامة. وديما الخدامة زوينة على مولا الدار. سبحان الله. هذيك المرة شفت ديابلو في الحبس، الحبس زوين وتشهد تشد. لا لا لا، براو الباس، براو الباس. أنا اللي كيعصبني هي الترجمة. الترجمة رودريغو كتلقاه قاوري شعره زعر وكيقول لي الله يلقاها لك. والمعيور عندهم شد تخيل مكسيكية باربارا كتقول لي شدك الزرقة ديال مانويلا. ما بغات تقلب على ايفانوفيتش. والله تنوريها المزابية التركية علاش قادة. ديك المرة عاوتاني ناعسة وغوتات في الليل وجات وقفات قالت لك لاباس، قالت لها جاني بغطاط. واللي كيعجبني في المسلسلات التركيه هي النهايه. النهايه ديما كتكون فيها شي مفاجاه. تلقى لي شي موسيقى باش نمثل لهم النهايه. يجي عندك يقول لها البطله، كتجي عند البطل كتبغي المسلسل كامل 120 حلقه وهي كتبغيه، وكتقول ليه رودريغو عندي لك واحد السر غنقولو لك، حنا عمرنا ما نقدروا نتزوجوا. تقول لي علاش؟ اكتشفت انني خالتك. اليوم ان شاء الله معنا واحد الضيف عزيز علينا بزاف، ضيف مغربي في المجال ديال الغناء. غنخليكم تكتشفوا الفقره ديال حاجتك ماجيتك. برافو عليك. حاجتكم ماجيتكم. ضيف اللي معنا اليوم هو فنان ديال الراي، الام ديالو جزائريه والاب مغربي، وجانا من مدينه وجده. عاش وسط ستاد الخوتو. الموهبه ديالو بدات ملي كانت عنده 3 سنين.
كان أول ظهور ديالو في التلفازة في برنامج ستوديو 5 وقدم أغنية كتبها ليه الأخ ديالو وسميتها لا للحرب. هو فنان غنى بالعربية والفرنسية والإنجليزية وبالتركية والتاب الهندية. واحد نهار في يوتيوب وصل 10 مليون ديال المشاهدات بديسك وما نساوش ليكي قلبي ليكي عمري. ودابا راه عنده 12 ألبوم وباقي ما وصلش 30 عام. الفنان ديالنا سميتو عبد الحفيظ. ودوزي دوزي. لا عدوز انت. لا لا والله حتى دوزي انت الاولى. دوزي دوزي. واش عرفتوا شكون معنا اليوم؟ دوزي. دوزي عندي. قلت دوزي عندي قالت لي مرحبا. كيداير صافا؟ لاباس الحمد لله بخير. مرحبا بك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. منين جيتي؟ مين؟ منين جيتي؟ جيت من بلجيكا. بلجيكا. جيت من بلجيكا ضربت 3000 كيلومتر باش نجي نحضر معكم في هذا البلاطو الزين. شرف لينا تحضر معنا سي دوزي لهنايا. تبارك الله عليك. دوزي اي ضيف كيجي عندنا كنبغيو نعرفوا حياته اولا. نبغيو نعرفوا فين تزاديتي بالضبط اول نهار. بالضبط فيلاش كولوش. هذا حومه ديالي. فيلاش كولوش في وجده. فيلاش كولوش. فيلاش كولوش. واش لا فيلاش جاتني بحال شي ماكله انا. فيلاش كولوش. فيلاج زعما فيلاج هي فيلاج ولا؟ هي على حسب ما يقولوا قبل هو سماوه على كولوش. كولوش فيلاج كولوش ولا فيلاج؟ حنا في الهضره نتاعنا يعني ديال المنطقه فيلاج كولوش. فيلاج طوبا. فيلاج فيلاج. فيلاج هي فيلاج. فيلاج بحال فيلاج بحال كمام كمام كمام. حنا ديما نضربوا هذا الدارجه. دوزي امتى دوزي؟ 30/4/1985. 1985 وبديتي الغناء في 5 سنين. خمس سنين شاركت في اول مسابقه غنيت فيها اغنيه ديال لا للحرب. اول واش عرفتي واقيلا انت اصغر مغني في المغرب؟ لا لان عرفتي شنو انت دابا حيدوا لك الرضاعه في طموك. عطاك الميكرا. لا دخلت نغني بليكوش. والله اقسم لك بالله دخلت صغير. كاين الدري اللي كيفطموه. عطوني ميكرو انا نغتنموا الفرصه باش نعاود لكم واحد القضيه وقعت لي انا. ملي إيه؟ كنت صغير ما كنتش نعرف البرانسيب ديال الاستوديو غادي تدخل. كنت كبير شويه يعني. سي توا لوي. لوي موا. قلبوها سي لوي توا. هنا شحال كان عندك من عام؟ هنا كنت يلا بديت نجلس هنا يمكن عاد بديت نجلس مع قل معام هنا قل معام. ما اظن يمكن عام ولا شي حاجه ندوك جوج. بارك الله. نفس الجلسه باقا نفس الجلسه. نفس الجلسه غير اللويين نبدلوا صافي. لا شوف الشوفه ديال البراءه. الشوفه ديال البراءه. باقا البراءه دابا ولا مشات؟ لا باقا باقيه. هنا هكا مازال ما عرفتش الدنيا كي دايره. طيب كان اش ديك الساعه؟ ما عقلتش على راسي. بديتي الغناء في 5 سنين، شكون الأول اللي قال لك؟ هي موهبة تبدا من الصغر. يكونوا جالسين تفوت شي أغنية ديال مسلسل ولا برنامج ولا نشدها في البلاص، نحفظها ونغنيها جوست. مسلسلات كنت نحفظ ليالي الحلمية قبل كانوا مسلسلات مصريين، مسلسلات مغربية اللي كنت نحفظ الإشهارات. ومن بعد ليالي الحلمية زوين. فكرتيني ليالي الحلمية. عقلت شويه على ليالي الحلمية؟ شويه. ومنين يجيك الشجن من اختلاف الزمن. يا سلام. وقديمة ما بقيتش عاقل عليها.
هذيك السهوله اللي كانت عندي باش نحفظ امها ماشي غير العربيه كنت نحفظ حتى الافلام الهنديه كانت لامود ديسكو دانسر وكان دوستي وكان كانوا افلام ما كانش ديك الساعه الشاروخ لا كان مازال كان اميتاب باشان ديك الوقيته كان اميتاب باشان هو اللي كان هذا قالت لك الشاعر شاعر كانوا اغاني اللي كنا يعني كبرنا بها و لونجلي الفرنسي واخا كنت غير الاول ما نفهمش داك الشيء اللي كنت نقوله ولكن عندي ديك القدره اللي كنت خويا هو كان في الميدان قبل يعني كان هو اصلا كان مغني هو اللي لحد الان باقي يكتب لي كلمات ويلحن شو سميتو؟ عبد القادر الدوزي تغني توا؟ كان يغني ولكن من بعد مين اكتشف بلي عندي يعني عندي واحد السهوله و ما عنديش مشكل خرج وخلاني غنشوف واحد الكليب ديالك دوزي وانت كتغني عندك 6 سنين تقريبا غنشوفو ونرجع يلا اول حاجه جمعك الصالوبيت لا وديك كانت لامود نايبيه ولا بوندانا كانت لامود ولا حتى 19 كابريولي كانت شي حاجه ديك الوقيته هذاك الشيء دي كابوطابل يا سلام ولكن شفتك تغني في الديسك انت صغير وهذيك اللي كتبغيها كبيره عليك كلشي الناس يقولوها ياك علاش انت لان اصلا انا نغني واحد الفن اللي كنت نغنيه ديك الوقيته الراي مواضيع كبيره عليا حتى البنت كبيره لا بنات لا ما كانش شي وحده اللي مثلت الدور ديال يعني لان الكون تجيب واحد صغير يغني لوحده صغيره غادي يكون داك الشيء بحال التهريج احنا المخرج كان سعيد ازار في ديك الوقيته اللي هو زوج فاطمه النوالي كان هو اللي كان يدير الاخراج ديال الاغلبيه ديال الكليبات كان صور مزيان يعني ماشي تبارك الله راه يعني داك الشيء بسيط ودرنا حوايج اللي كانوا في ديك الوقيته قال لك بغينا نديروا شي حاجه يعني ديال النصارى انا كان نطلقوك وخدم مع راسك والشطيح واللعب وداك الشيء يكون ديال الصيف فاش كتشوف دابا الكليبات ديالك القدام ما كتضحكش على راسك شويه كنضحك وكنتفكر دي سوفونير وبزاف ديال الحوايج هذيك لاج مثلتي بانك بحال كتبغي شي وحده وكتغني على شي وحده ولكن بغيتي شي وحده في لاج 5 سنين ضروري ما تبغي شي وحده في لاج 5 سنين قول والله شكون هي؟ جيرانك مولتي الحنينه انا كنت نموت على الوالده ديالي علاش ما درتيش باقي عاد نموت عليها الله يخليها لك امين يا ربي وعزيز عليها السي رشيد عزيز عليها شكون انت عزيز على الوالده ديالي والله والله الا عزيز عليها وقلت لها انا غادي نمشي عندهم نقولها له ها هي ديك الكاميرا خطات في الكاميرا خطات شي وحده راه هي الحاجه وان شاء الله الا كتب لي وجيت لوجدان نجي عندك ونجي عندها ان شاء الله للدار تعجبني مسمن كران صباح الخير دوزي قالوا لنا قريتي في المسيد وي بزاف الناس قراو في المسيد هذا الجينيراسيون القديمه واه حنا ما كبرناش داكشي ديال لاكريش وديك المسيد ولا كريش بالعربي المسيد هو لاكريش ديال الفقراء كنا ما كان يعني ما كانش عندي لي مويان باش ندخل نقرا في رود بريفي ولا يعني كان غير تبدا تكبر شويه باش ما تبقاش الدور في باش ما تبقاش الدور برا يدخلوك تحفظ القران انا كنت حفظ القران ومن بعد كي توصل واحد السن ديال 7 سنين صافي 7 سنين دخل المدرسه كنا تنشرفوا عن دخول المدرسه المسيد دوزتي فيه تعقل على لي زيماج اللي في المسيد تعقل على الفقيه كي كان الفقيه كان عندي واحد سي محمد باقي عاقل على السبيه ديالو عمرك دخلتي عليه بالتشويكه الفقيه لا وديك الوقيته ما كانتش التشويكه ديك الوقيته ما كانش عندنا حتى الجهل انا شفت ليماج ديالك تصورتك باقي صغير بالتشويكه ولكن هذيك صغيره حتى بديت نغني بديت تصور الكليبات المعجبين صافي بدات التشويكه والجهل تبارك الله ولكن ديك الوقيته المسيد عمرك كليتي شي فلاقه مع عند الفقيه كليت شي طريحات ولكن ماشي كاع فلاقه
ماشي فلقة، لأن في طفل المدرسة ديالي ما كنتش أجل في المدرسة لا ما كنتش مشاغب. كنت أنا ملي كنت صغير كنت عزيز على المعلم الأساتذة معلمين كنت عزيز منضبط. كنت منضبط، كنت الأول ديال القسم، كنت لي طالي زاكتيفيتي الأول في القسم، كنت ديما الأول. واخا كتمشي تغني وتمشي كنت إلا جيت دوزيام في الكلاسمون ولا تلقاني نبكي وتلقاني ما نتعشاش، لأن كانت هكا تربط فينا القضية ديال أنك ديما خصك تكون أنت هو الواعر فيهم. برافو ليك. ها طبيعتي انا باش ماكش كتجي مزيان كتنتعشى. سعداتك كون كتلعب في ديك الوقت تنتبهد الوالدين معاك تعطيك ديالو وتعطيني ديالك. واخا سي دوزي كبر في عائله فقيره، بسيطه جدا. كان عندي الاب ديالي كان بناء، الام ديالي ربت بيت، كانوا عندي اربعه ديال خوتي. دونك اربعه ديال خوتي كلشي قاريين لا ليسونس باك بلس 4. دونك الناس اللي قراو ومن بعد ما يعني من بعد يعني ما اللي ما اشتغلوش بالدومين ديالهم. كيفاش دوزي كبر في عائله فقيره ورغم ذلك بان في الساحه الفنيه؟ اغلبيه اللي كيبان صغير بحال هكا دغيا كيكون بيستون موراه، شي حد دافعو. انا كان البيستون ديالي هو الاخ ديالي. دونك حتى البوتونسيال من تكون شوف القبول سبحان الله كيعطيه الله، هذيك هديه كيعطيها للعبد ديالو. ماشي اي واحد، راه كاين اللي يجري على القبول وكاين اللي يوصلوا بزاف ديال الحوايج ولكن تلقاه يغني ولي كود بيستون ولكن ما قادر يدير والو في كاع لي دومين، بغا في الرياضه ولا في الغناء ولا في الرسم ولا في التمثيل. ولكن كاين واحد القبول اللي الحمد لله يعني الله عطاهني من الصغر، ان الناس قابله على قبلت عليا وداروني بحال شي ولدهم، لان بديت صغير بزاف. وحتى ديك اكتسبت واحد الحب وواحد المعزه ديال واحد الناس كراس هذاك اللاج اللي بديت فيه صغير. مزيان. وداركم كانوا قبلوا الفكره ديالك تغني؟ لا ابدا. لا عندي راه مشكله، راه الالبوم ديالي تسجل جلس عامين بلا ما يخرج. كبرت في واحد العائله محافظه اللي كانت واصلا من تقول غادي تغني واش غتغني غتغني اناشيد ديال المدرسه ولا اطفال، غتغني الراي، والراي سيتي مال فيو في ديك الوقيته انك تغني الراي الكلام ديالو ما كانش مقبول. ديك الوقيته كانت نظره خايبه على الفنانين ديال الراي اللي باقيه لحد الان الناس كيعانيو بها. فالام ديالك تشوف ولد صغير وشنو غادي يغني الراي، الوغ كو سيتي ديك الوقيته فيلغير. واخا كنت نقول لها يعني انا غادي نغني داك الشيء نقي ومزيان ما بغاوش نهائيا. ونهار تسجل الالبوم وقعت واحد الحادثه، واحد الواقعه وقعت من ذاك النهار. جلست عامين ما سجلتش. شنو هي الحادثه؟ هي سبب القهوه، الغلاي ديال القهوه. كيفاش؟ كنا هذه واحد الطريفه وقعت. اي عاود لينا. كنا نسجلوا في الاستوديو، وفي ديك الوقيته بحال الغد اللي غادي نسجل ندخل انا وخويا للبيت ونستناو الوقيته اللي ما يكونوش فيها موالين الدار خاويه عاد ندربوا فيها. ما خصهمش يشوفوني نغني، الا شافوني نغني ما يبغيوش، خلي الولد خصو يقرا. كانت القرايه ما خصك دير والو. واحد النهار قلت لخويا، قال لي اجي ندربو، قلت له نديرو شي قهيوه. نديرو شي قهيوه، كان عندنا الغلاي ديك الوقيته ارتيزانال داك الشيء. درنا الغلاي ديال القهوه، دخلنا ندربو، نسينا راسنا. الغلاي فاض، طاح، الدخان طالع بالدار، الجيران كيجريو كيدقوا ما كان والو، الموسيقى مجهده. ملي جات الوالده لقات الحومه مشقلبه. الدخان طالع والجيران. انتوما شدتو خرجتو ولا جريتو؟ احنا في البيت ما شايفين والو. احنا انتوما في البيت والدخان. جات الوالده دخلت، جات لقاتنا مقلعين الحاره والموسيقى وغني ودير بحال هاك دير هاك تغني. قولي شكليتي ذاك النهار؟ لا ما ضربتنيش. قالت لي غادي تحرق لي الدار. انا سكت الغدا من هذا النهار ما نعاود نشوفك تغني. صافي من ذاك النهار ما غنيت. بقيت نغني بلا ما يعرفوني. حتى الالبوم الاول نهار اللي خرج ما كانوش عارفين، حتى بقاو يشوفوا التصاور ديالي. سميت الالبوم الاول اللي خرج؟ قولوا لهم متى تجيني. وجات عندك نيت ولقاتك حرقت؟ لا جات لقاتني الغلاي غادي نحرق لها الدار. قولوا لهم متى تجي تسلخني. طلع عليا راني مكوي بالكيل. عطيني ذوك العناوين الاولين اللي كنتي كتسمي بهم السميه. قولوا المهم تجيني لامي لابويا عايش وحداني. يعني كنت بزاف على الاغاني ديال الام. سمعنا بان اول مره غنيتي كان الكاشي ديالك هو 5 دراهم ياك.
عطى عليك خالك. صاحب خالي. صاحب خالي. عطف الماسيان صاحب خالي. تبارك الله غنيتي ليه؟ عطى عليك باش غنيتي. من باب الضحك هي واحد النهار انا كنت الصيف دي الصيف كنت من توقف الدراسه كنت نقرا القران. ندخل المسجد نحفظوا القران. وانا كل مره نبغي نهرب انا نبغي نمشي للبحر نبغي نخرج مع صحابي لا الصيف كيجي خصك تدخل تقرا القران نشوفك شحال من حيز بتحفظ ذاك الصيف. وفي ذاك الصيف العشيه كانوا واحد العائله ديالنا دايرين واحد حفله. من كملوا الحفله شدي وعارفيني بلي عندي صوت ونغني ومعروف دونك في العائله عارفيني بلي صغير ونعرف نغني. شدني قال لي تغني لي وانا من قال لي تغني لي بقيت هو حاسب ما بغيتش نغني له ولكن انا حدا الوالد الوالده تحشم. قال لي غني لي وندور معك. هي لا فين عطاك 5 دراهم؟ تما غنيت له كملت عطاني 5 دراهم. وانا شديت ديك 5 دراهم وشفت في الوالده ديالي. قلت لها شتي الوالده؟ غنيت عطاني 5 دراهم. الصيف كامل حفظ القران في قيمه ما عطانيش درهم. قلت لها قلت لها عطاني غير العصا. بقات تضحك الفقيه هذه بقاو عاقلين عليها مصدق لا ولكن لا هذه ما يبيش على ان لا ولكن تبارك الله عليك بلاتي عاد دوزي 5 دراهم غني ليا دابا انا ما نرجع حالك والله تنديها والله انا عارف زيد كل اغنيه ب 5 دراهم عرفتي اليوم غترفح كاع هازين الفلوس تحتكم يلا على شنو تغني لنا دوز؟ انت عطيت 5 دراهم انت تختار. انا نختار؟ اللي بغى شي اغنية يعطي 5 دراهم. اش من اغنية تسمعوا؟ مريامة؟ لا عجبك انت؟ مريامة؟ بغيتك غير تفهميني كاع ما فهمتيني، بغيتك غير تهضريني كاع ما هضرتيني، مرة عليك مرة عليا، بغيتك غير تفهميني كاع ما فهمتيني، بغيتك غير تهضريني كاع ما هضرتيني، مرة عليك مرة عليا. دوزي دوزي استنى البيعه وشريها بلاتي مزيان وبلاتي دابا ما كملتش اغنيه غير 3 دراهم تعرف ديك لابارا اللي ما طردش الصرف هذه هي تاع الباركين ما طردش الصرف ما كيطردش الصرف كي داير دوزي مع الفلوس؟ ما مولفش الفلوس ياك لا ما مولفش الفلوس دابا الحمد لله الحمد لله اخبارك بلي ما عرفتش حتى الكونت ديالي شحال فيه وما عرفتش الكارطه ديال البنكة في هذه الوقيته عن مراها والله احسن لك بالله يعني ماشي شي حاجه اللي ياك بعدا عارف الكود بعدا لا ما نكذبش عليك حنا دايرين واحد شو قلت الكود لا دايرين واحد الكونت ديال العائله يعني انا وعائلتي نتصرفوا به كي نبغيو كاينه كارطه اللي عجباتو يهز اللي مشى اللي بغى ما في اخبارك انا ما عارفش لي زكسترا ديال شحال عندي ديال الفلوس عندي قالت لك انا وحده من العائل هذه زوينه شنو نرد قاعدة الكارطه لا غير اللي لا غير اللي سميتهم دوزي في الكنيه بصح واخا تبارك الله عليك دوزي قلتي لي هذه القضيه مزيانه واش هذه القضيه درتيها يعني باش تعاون داركم القضيه ديال حنا واحد العائله اللي سوده بزاف مرحبا. يعني عشنا يمكن عشنا واحد الظروف اللي كانت صعيبه قبل البدايه ديالي عائله كانت كبيره وكان الوالد ديالي مرض وكل شيء دونك فالمنفذ الوحيد يعني باش نخرجوا من ديك لا سيتوياسيون كانت هي الموسيقى فانا الموسيقى ما دخلت لهاش يعني عن اراده فأنا دخلت مو بحال اللي مجبر وما كنتش عارف دونك كانت لي سود سوكور كانت هي ان هذا الولد خصو سا باس وسا كاس خصو يغني سوا الحمد لله المسائل غادي تعدل سينو داك الشيء الارزاق بيد الله وكل شيء ديال الله ولكن بعض المرات الظروف هي اللي تخلق معجزات كاين بعض الظروف اللي سبحان الله والاغلبيه الا شفتوا ديال الرياضيين ولا ديال الفنانه فكل شيء بداوا من واحد المليون اللي يعني كان صعيب فهذا بالعكس هذا فخر لاي واحد يخرج من واحد البيئه بحال هذه علاش؟ لان الحمد لله فين كنت وفين وليت فبعض المرات كاين شي ناس اللي يبغيو يعايروك كي كنت ولكن لا
عاير راسك انت واش تحركت من بلاصتك، واش زدت لقدام ولا بقيت انت في بلاصتك؟ انا ديما يعني ديما نقولها، وهذا شرف ليا وفخر انني كبرت في واحد الحومه شعبيه، وكبرت في فيلاش كولوش. فيلاش كولوش اللي عجبتك. دابا عايش ما بين بلجيكا و عايش بين بلجيكا والمغرب، لان المغرب على حساب هولندا. هولندا على حساب العمل، على حساب الخدمه. على حساب فين تستقر دابا تدوز؟ بلجيكا انايا. وي مجوج؟ لا ما مجوج مازال. لا ما مجوج ما خاطر. بغيتك غير تعرفيني وداك الشيء كامل. بغيتك غير تزوجيني. ومريم فين هي مريم؟ مريم فين هي؟ هذا سؤال مزيان. شكون مريم؟ بغيت نعرف انا مريم شكون هي؟ بزاف سولوني. وتعرف شحال مريم ولات فان ديال الدوزيم، اغنيه ديال مريم لهنا؟ ياك. كل وحده كتصحب عليها. كل وحده تقول عليها، وحتى اللي ما كانش عارف الدوزيم مريم ولات تعرف الدوزيم. شكون مريم؟ مريم مريم واحد القصه ديال واحد السيد. شوف لان الفنان ما يغنيش على راسه اصلا. انا كون كنت نكتب اللحن نقول غنيتها انا على شي وحده سميتها مريم. ولكن هذا السؤال يمكن خصنا نتفاهمه مع خويا عبد القادر الدوزي بحال والو. شي مريم ولا شي عارف هو اللي غيخطب لك واخير؟ لا يخطب لي نظن يمكن انا نختار. تختار؟ انا نختار. حاط العين؟ مازال عاد. دوزي مؤخرا سمعنا بان تعتقلتي في هولندا يمكن، ياك؟ بتهمة ديال ماشي اعتقال، عيطوا لك الشرطه انك اتهموك بانك اعتقلتي شي بنت ولا محاوله اغتصاب ولا ما اشرح لنا شنو كان. شوف هذا هو ثمن الشهره، هذا هو الثمن اللي يدفع اي فنان معروف كما كان. ضروري تخلص واحد الثمن اللي هو الاشاعه. هذه اشاعه كامله؟ اولا اشاعه ديال خطف واغتصاب وقتل واحتجاز، والناس زادت والبوشاوغاي زادت، ولكن هادشي كامل ما كاينش. لان قضيه اللي انفجرت وبعض الناس اللي اغتنموا الفرصه باش كتبوا عليها وهضروا وطوروا الامور. ولكن هي علاش قلت لك الثمن اللي يدفعوا الفنان؟ لان الفنان ملي يجيو يتصوروا مع الناس ما يمكنش اي واحد غادي يتصور معاه يقول له مين جاي وشكون انت واش دخلت لداركم تعشيت واش كنت. دونك هذه واحد السيده اللي ما كانتش هربت من دارهم. مشاكل عائليه ولا ففي ديك الوقيته اللي ما كانتش في الدار ديالهم. مغربيه ولا؟ مغربيه. ففي ديك الوقيته ما كان لا تليفون لا والو، الدار ديالهم يعني تولوا. بنت هربت ما كاين. في ديك الوقيته تلاقات مع واحد الفنان ودارت معاه تصويره. وكاينه في مواقع التواصل الاجتماعي. واش يعني الفنان هو اللي خطفها؟ يعني سي با لوجيك. انت اللي تصورت معاك؟ انا اللي تصورت معايا. علاش قلتي فنان؟ يعني تصورت معاك زعما وداروا هذا القضيه؟ قالوا شفنا واحد الصويره راه دارتها مع واحد السيد وهذا هاك سميه. يعني كانت الاسم ديالي من بين الناس اللي كانوا. فانا ما في خباريش، والقضيه خدات اكثر مما تحتاج. عيطوا عليك ولا لا؟ غير كونترول عادي. فانا كان عندي فوالا عندك مشكل خصك تمشي تشوفه تحلو. مشيت لقيت لا علاقه عندنا مع داك الشيء كامل. من بعد جا والسيده رجعت لدارهم، ولكن الاب ديالها ما حيدش لا بلانت ديالو والمسائل. فانا بقيت يعني سميتك محاضره. حتى دوك الشرطه بقاو يضحكوا يعني لا ما عندها حتى شي علاقه. فنان يتلقى مع الناس اللي يبغيوه كيتصوروا معاه. التصويره دارت لك مشكل؟ التصويره باقي تصور دابا؟ التصويره وحتى بعض المرات حتى الجهل ديال الناس يلعب دور. باقي كتصور دابا؟ باقي نتصور. واخا اللي يجي اللي تصور معك غير اللي يبغيك. اللي ما يبغيك ما يجي يتصور معك. اللي يبغيك يتصور. ولا كانت الصور تدخل الحبس مشكله؟ لا ماشي تدخل الحبس. شوف هذيك قانونيا الا كانت شي حاجه ما يطلقوكش عليها. اذا ف لو كان كانت شي حاجه كون ما كنتش جالس معاكم. انا اول واحد فكرت فيه هو الوالده ديالي. يعني كل ما توقع شي حاجه ولا نبغي ندير شي حاجه كتوقف عليا الوالده ديالي. انا فكرت في الوالده ديالي، عيطت لها قلت لها واش سمعتي هذا الخبر اللي داير؟ قالت لي واه. قلت لها في نظرك وليدك واش يخطف ويدير ويدير ويدير؟ قالت لي مصابه وليدي انت ما يخطفكش ليا. هذا ما قالت، هذا ما خطفت عليا. فشويه انني نخطف. دوزي كتهضر مني دخلتي عندي البرنامج وانت كتهضر زوين وكتبان زوين وكتبان كتدوز دي ميساج زوينين. عندك تكون كتمثل عليا. انت كاين شي واحد يمثل معاك؟ انت قال لي حطيتهم هنا. لا ليشان صريح حقيقه. انا بزاف فنانين كنت نعرفهم بصح من جلسوا هنايا بزاف. بدر هاري صاحبك
جالي هنا توا قالها لي وني الحمد لله نهار اللي صور معاك قالها لي كل شيء بخير على خير صعيب شويه هو ماشي صعيب صعيب لا سي دوزي وي شنو هي الايديولوجيا والديماغوجيا؟ الديماغوجيا يمكن على عندها علاقه مع ال لا لا اي لا ديماغوجي كاين شي مصطلحات تتكون هاد المرات الايديولوجيا اللي عندها علاقه مع الثقافه والديانات ونو ايديولوجيا ديماغوجيا شوف خبقتني حنا سولنا الناس وقلنا لهم شنو هي الايديولوجيا والديماغوجيا وكانت هذه هي الاجابه ديالهم فهمت هاد اللعيبة ما فهمتش داكاج معايا باش نعرف قول لي بالعربية الايديولوجيا الايديولوجي الصح ديالها هي الديماغوجيا كلمة ما عرفتهاش انا الايديولوجيا ما فهمتهاش شنو هي بعدا ما عنديش على شي فكرة لا هادي ما نقدرش نعطيك شي فكرة حيت ما عارفش لا ما عارفش على شي معلومة اما المصطلحات هادو انا ما ماشي ما كنعرفش عليها بزاف ايديولوجيا هي لي زيديه جداد وداك الشيء والديماغولوجيا ما عنديش فكره على هاد لا هادي ما عرفتش ايديولوجيا هذا مصطلح فلسفي فيه عندها المعنى ديال النظريه وعندها المعنى كذلك ديال توظيف واحد الفكره معينه من اجل الوصول الى غايات معينه والديماغوجيه هي استعمال شيء والحقيقه شيء اخر هذا هو نيشان اذا كاين شي مصطلحات اللي صعيبه يعني ما كنبحثوش فيها بزاف ولكن كنستعملوها بعض المرات في كنصعبها حتى تشرحها حتى ملي تجي تشرح واخا انت تكون فاهم راه باش تشرحها اين مستوى وصل دوزي في القرايه؟ باك باك خديتي الباك؟ لا نيفو باك نيفو باك واش الغنى هو اللي ما خلاكش تكمل؟ لعب دور كبير في هذه القضيه لعب دور كبير في هذه القضيه لان صافي الحياه ديالي بدات تحول لواحد لا فيتاس سوبيريور صافي ما بقيتش نقدر نتحكم فيها يعني كان عندك الميدان الفني صافي بقى الوقت يمشي لي بزاف وما نقدرش وشت ما حدك طلع في النيفو ديال الدراسه ما حدك صافي المسائل بدات صعاب والسيريو ولكن في ديك الوقيته امبوسيبل باش سمعنا ان بعض المرات كنتي كدير شي سهرات يعني وخصك توجد تمارين ديال الغد ليه تخرج تمارين ديال الغد ليه كاينه ولا ما كاينه كان عندي جوج حوايج كنت نديرهم انا ملي كنت نمشي للسهرات كان عندي الدفاتر ديالي ديال القراءه وبلاي ستيشن ديالي هادو جوج بلاي ستيشن صاك عندك مكتوب وبلاي ستيشن لا ماشي اطاري يقول لي اجتهاز معك لا لا في ديك الوقت نقول لك يعني ملي بديت نقرا في الالفينات اييه ولكن قبل كانت قبل ما كانتش عندي لي مويان باش نشري بلاي ستيشن انا كنت تدي معك تمارين تمارين كنت تغني وتحفظ في ديك الوقيته كنت ندي معايا حتى واحد صاحب خويا اللي يحفظني كنت ندي معايا واحد الاستاذ متحرك كان يمشي معايا مسكين خويا الدوزي شفنا انك درتي مشروع ديال المدرسه لتعليم اللغات دونك علاش درتي هذه الفكره هذه؟ مدرسه لتعليم اللغات ما خايف من الضريبه ولا؟ ما عنديش مدرسه يكون هذه لقيناها في الانترنت شكون دار هذه؟ باش ما عرفتهاش هذه والله ما عندي وشوفوا كانت الدوزي تزيد لا هذا فوتوشوب هذا فوتوشوب قال انه كتهضر بزاف ديال اللغات نغني بزاف ديال اللغات ويعجبني نغني بزاف ديال اللغات عندي بليزير ديالي هكا من نغني بزاف اللغات اللي اسبانيوليه لونجلي فرونسي هنديه تركيه العربيه امازيغيه كاع اللغات تقريبا ماشي كاع اللغات هو مزيان دابا اش غنديروا غادي تغني لنا بزاف ديال الشكالات كل مره غادي نقول لك بدل فاش ندير لك ها يعني خصك تبدل بدل لغه وانا غنقول لك شمن لغه تبدل صافي يلا الثقه زعما حفيظ الدوزي تفضل تفضل اختار لي نختار الاولى اختاروا معاه تركيا كارتني سي جيفين لوسن
واش كان بك بكرك يا ارتني نهرم ديدي سانسس بوير لبنانيه بيحن للنغم الوتر بيحن للشمس القمر بيحن الليل السهر وانا مش قادر احنلك في حب بقلبي انكسر في جرح وتارك اثر روحي تركتك للقدر مش قادر اكتر قلك شلحة ينسي ناس ينسي ناس ينسي ناس ما يريق ما يريق ما يريق ما يريق بس يا خزمان فرنسي جي كومبخي تو لي مو جي بيان كومبخي ميرسي ريزونابل اي نوفو c'est ainsi par ici que les choses ont changé que les fleurs ont fané que le temps d'avant c'était le temps d'avant l'India tout passe à elle مسكرائك تمني نجانك يا سپني دكائي اب تو ميرا دل جاگنا سوتا ہے کیا کر رہا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے کیا کر رہا ہے کچھ کچھ ہوتا ہے Llevo por dentro y que me lleva a ti Abrí de nuevo ese baúl de recuerdos que llevo por dentro Abrí de nuevo ese baúl de recuerdos que llevo por dentro y que me lleva a ti Shukran Shukran تبارك عليك دوزي عندي ما يسالك زعما فريمون باناشي مخلط مخلط ويسك تبارك عليك دوزي فين عزيز علي يمشي يدوز فاش ما كتكونش خدام شي بلاصه اللي كتبغي تمشي لهم في الصيف ولا في المشتى في البرد ولا في الخريف الخريف يعجبني نجي عند رشيد شو ياك فين كتبغي تمشي كي نبغي نرتاح من بغي نرتاح الراحه ديالي نجي لوجدة وجدة وجدة لا وفين كدوز دي فاكونس انت غالبا تلقاني ما عنديش بلاصه مهمه ولكن الفاكونس ديالي نبغي نفوتو في المغرب فكاع واحد ديال المغرب طنجه تطوان السعيديه كاس دوزي خرج شي البوم مؤخر حياتي حياتي سميتو حياتي ماي لايف سميتو حياتي وي. يعني هذا الالبوم جمعتي فيه تقريبا ملخص ديال الحياه ديالك ما كتشوفش ان هاد القضيه كيدير شي واحد قرب يسالي 70 عام قرب يعتزل وخرج هاد القضيه ادوز المسار الوعره اللي الجمهور ولا كيعاونني كيقول لي فهمتي برافو عليكم مسار قصة طويلة حياتي حياتك عودت فيها كل شيء عودت فيها والسبب حياتي أنا اللي اختاريت الألبوم يعني مش شي حد آخر اللي اختاره حتى الطريقة ديال الكتابة أنا اللي اختاريت كل شيء والتصويرة حياتي
اولا ملخص ديال الحياه ديالي، لان فيها هذا الالبوم فيه اغاني اللي تغناو من كنت صغير وما تعرفوش، دونك عاودت لهم بطريقه جديده، محطات من الحياه ديالي اللي عاودتهم بصيغه جديده. غنيت بينهم الدار العاليه اللي تغنات هذه 13 سنه، بينهم كلام الناس راه مصيبه اللي تغنى هذه 20 سنه. ومين كنت قبل الالبوم وصلت لواحد المرحله كنت نقول هذا غادي يكون اخر البوم في حياتي. فكرتي في الاعتزال شي مره مؤخرا؟ سمعتها في باقي عاد الراديو يمكن باقي عاد قلتي بانني كنفكر نعتزل. ها علاش عاد دوز؟ انسان شوف اي دومين انسان كيوصل لواحد الوقيته اللي بدايه باقي صغير زعما وانت يمكن صغير 28 سنه ولكن بديت صغير بزاف. انا شرفت في هذا الدومين. مليتي؟ ماشي مليت، غير كاين بزاف ديال الحوايج اللي كاين، يعني ماشي غير ناحيه وحده هي اللي خلاتني نفكر في الاعتزال. اولا ان الحياه ديالي الشخصيه ما بقاتش عندي حياه شخصيه، ما بقيتش نقدر نتحكم في الحياه ديالي، ولا صعيبه عليا نتحكم في الحياه ديالي. اذا حياتي كامله سفر، بديت نعيا، بديت نتعب، ستريس، عندنا الخدمه فيها القلق بزاف، ستريس، خصك ديما مطالب بالجديد. فهذا مزيان ان الجمهور ديالي ديما يطالبني بالجديد وانني ما ندخلش عليه نعطي احسن ما عندي. ولكن لقيت راسي كاين واحد شويه من العمر ديالي اللي بدا يفوتني، ما بقيتش نقدر نشدو، وانني نستغل الناس اللي عزاز عليا والعائله ديالي، نجلس معاهم يعني ونعيش معاهم اوقات اللي نعقل عليهم. اخر مره هاد الدعايه اللي وقعت وهاد البلبله اللي وقعت وهاد الاشاعات، فحتى هادو كيأثروا على الفنان، واخا دونك كيدفع الثمن ديالو غالي. تبقى ديما ما عندكش واحد الحريه شخصيه، وانك ديما متبوع، وديما يعني صعيب انك تكون وجه معروف. الشهره عندها ايجابيات اكثر ولا سلبيات اكثر؟ هذاك الشيء كيبقى على حساب الشخص كي داير. انا بالنسبه لي عندها سلبيات اكثر ما عندها ايجابيات. الشهره ديالي، لان اصلا حتى في المشوار ديالي يمكن غادي ندخلوا في السيريو. مزيان مزيان، هنا كنهضروا يمكن انا قليل فين ندخل في السيريو. الموضوع ديال الموسيقى بزاف، ماشي بزاف الناس اللي ما متفقينش عليه، سيرتو حتى من الناحيه الدينيه ديالنا، ان الموسيقى بزاف الناس كاين اللي يشوفها حرام، كاين اللي يشوفها، وانا ما باغيش نغضب الله سبحانه وتعالى، ديما نبغي يمكن ما عمرو قلتها، ولكن ما نتمناش انني شي نهار نلقى الله سبحانه وتعالى وانا باقي عاد نغني. بكرا عليك الدوزي، ونتمنوا لك كل التوفيق ان شاء الله، ونتمنى انك دير داك الشيء اللي يرضيك انت ويرضي الله سبحانه وتعالى. نحاول نرضي الله سبحانه وتعالى في بزاف ديال الحوايج، ولكن تجي واحد الوقيته اللي الانسان يبغي يتصالح مع نفسه. ما نقولش هذا الشيء اللي انا كنديره ماشي مزيان، لان انا ما نغني كلام فاحش، ما نحرض الناس بحال بزاف ديال المغنيين ديال الراي، ولا ماشي غير المغنيين ديال الشعبي، ولا بزاف ديال الالوان الغنائيه، ان خصك تسكر وتقتل ودير وغادي نتقرقب ونفعل ونضرب راسي. لا، حنا ديما كنحاول ننقي الكلمات ديالي، لان قبل ما نغني ديما نحط عائلتي، لان عائلتي هي المثال ديالي. نحط الوالده ديالي ونقول هذه الاغنيه غادي نسمع لها مع الوالده، او غادي نسمع لها مع اختي. فنحاول ديما ننقي، ولكن رغم ذلك باقي عاد كي تكون شي حاجه مبرسطاتك في شي. واخا عندك تقريبا شي 1 مليون دو فان في الفيسبوك ياك؟ الان في هذه الوقيته اللي نهضر معك عندي 1 مليون 20 ميل، مليون و 20 الف. تبارك الله. مزيان. مده عام، بالضبط عام. مزيان. دونك دوزي، حنا غنديروا واحد القضيه، عندنا واحد الفقره سميتها اونلاين. وي. كاين شخصيات بغاو يهضروا معك، بغاو يشاطيو معك. غايقولوا يهضروا معك وانت خصك تجاوبهم. مرحبا. يلا نشوفوا اونلاين. اهلا وسهلا، معك مريم فارس. يا دوزي يا حبيبي، قالوا لي هنا بلبنان انك عملت غنيه مشاني. وانا عم بسمعك كل يوم. انا سالت عنك وعرفت انه بعدك اعزب ومنك متزوج، وانا بقترح تجيب امك وبيك وزوج زوج من الحاجات وتدوزوا عندنا يا دوزي. يلا دوزي بخير. قلت لك جيب زوج من الحاجه وتدوز عندنا الدوزي. تخربق. غنيت عليها؟ لا ماشي عليها، انا غنيت على بنت بلادي. يلا جاوبها. غنيت على مغربيه بنت بلادي، ونظن اللي غادي نديها بنت بلادي مغربيه.
نشوفوا شكون بغى يهضر معك عاوتاني. معكم عبد العزيز الساتي. خويا الدوزي تبارك الله عليك وراك كتعجبني بزاف. علي داي 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 العلي داي 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 قاع سروه قاع سروه. ها الدوزي العزيز وعزم اللويز. شوف الدوزي واحد القضية بغيت نقولها لك على الموستاج. كتبان ليا ما عندكش الموستاج، واش باقي صغير؟ شوف إلا عندك المشكل في الموستاج دير وليدي بوفرطوطو فوق كنانفك غينوض الموستاج كيجري. وإلا كنتي محتاج ليه غنعطيك الموستاج ديالي دوز بيه السهرة ورجعوا ليا. كي يجيك السيد دوزي تبارك الله عليك. ما شافش الموستاج. ما قال نعطيك كمان، قال نعطيك الموستاج. ما شافش اللحية. ما كنتش داير اللحية شحال؟ لا ما كنتش. مؤخرا ياك؟ مؤخرا درتها في رمضان. درتها في رمضان وسبحان الله في رمضان حيدت الشعر ودرت اللحية. الناس بقاو يشوفوني يقولوا جاتك زينة. خليتها. جاتك مزيانة. خليتها قالوا لي مزيانة. جات معاها ولا؟ لوقر. هذه اللحية لوق أولا لوقر. وثانيا حتى الناس باش يعرفوا بلي الدوزي كبر. باقي الدوزي ذاك الصغير. جاوبوا؟ جاوبوا. جاوبوا. عطوني الفيزا والباسبور من كازا لمارساي. الموستاج ديالي انا توجور على بال ما ننسى شي. يلا دوزي بغا يهضر معاك حديد دان. واد دوزي وراني مقلق عليك الدوزي. هذيك مريم اللي غنيتي ليها وانت عرشمتيها وما جيتيش تاخدها، خليتي الدريه بايره بقات في الغنى. اويلي للرجال اوي. وشوف ولا بغيتي نسمح لك غتفك ليا هاد الحجايه. حاجتك ما جيتك على الدول ضده من الصغر هو كيدير الحده وديما كضرو المعده وعلى البنات مربي الكبده. واش هو الدوزي ولا الدواز؟ شنو تقول له حديد دان؟ نقولوا حرجتني بهذا الحاجه اللي حطها لي. لا دوزي داروا لي كاميرا خفيه ياك في رمضان ديال العام اللي فات. هذا رمضان اللي فات وشفناك بحال كنتي خايف. يعني واحد الولد اللي كيدير واش دوزي في طبعه هكا؟ يعني لا ما كنتش خايف. نشوفوا اللقطه كتقول ما كنتيش خايف. نشوفوا نشوفوا يلا راح نشوف واش صور الله يحفظك. ثاني نضربك في السما. واش هاد الشيء؟ ويلي شنو درتي؟ قلت لي صوري ضربتك تصويره جمعيت صورك دابا. شنو هاد الشيء؟ خويا قلت لك صورنا ماشي ضرب لينا الكاميرا. اي حد وحي حي حي انت انا مريض وانت حقرتيني. اي حاجه نرسها انا على قبلك. اي حاجه نديرها وطعفوا قالوا نضرب والد. اش بالك كنتي خايف؟ ما كنتش خايف على راسي انايا. انا كنت خايف على ذاك الولد نيشان، لان بزاف الناس يقولوا لي وا كان دمك بارد وكان ضربته. انا اصلا بعدا يعني انا في الهيئه ديالي في الطبع ديالي انا انسان مسالم. خاطيني الصداع ما كتضرب. يقول لك الباب اللي يدخل منه الريح سدو واستريح. فهمت البشر الا كان عندي غير شويه فيه الشك نجلقوا صافي. دوزي سمعنا واحد القضيه بان راه شي هضره بان كاميرا خفيه كانت فيها مفبركه. واش غادي نوصل لهذه الفكره؟ اشنو كان غادي نوصل؟ لا يعني حنا انا بالنسبه ليا لان ما نهضرش انا ماشي علام الغيب على دوك الناس الاخرين اللي فاتوا معايا في كاميرا كاشي. مي انا نهضر على الكاميرا كاشي ديالي. اقسم لك بالله يعني حنا من غير الله ما كانش شي حاجه اخرى. ما نحلفوش على كاميرا كاشي انها ديال الحلقه ديالي ما كانتش غير كانت غير مفبركه وباينه في بين يعني باينه في الستريس اللي كان واقع فيا. وانا ما طلبش الناس اللي تخلصوا في كاميرا اللي يقول لك تخلصوا هي تخلصنا في كاميرا كاشي واه ولكن ما تخلصناش على انها كاميرا كاشي لان تخلصنا على ان كاين لقاء غادي يكون مع التلفازه وغادي تجي. وكنت تعرف اي ديبلاسمون كيكون بلاد لبلاد ما يمكنش انا غادي يجيبني 3000 كيلومتر لهنا باش يدير لي كاميرا كاشي. تخلص ضروري خصك تخلص.
اسمع شفناك هذا اسمع اسمع انا جيت عندو راني ما تخلصت والله ما تخلصت عرفت علاش باسكو لا لا لحقاش عزيز عليا والبرنامج ديالو يعجبني بزاف وانا من بين المتتبعين ديالو فهذا شرف لي انني نكون حاضر معاكم في البرنامج بس القضيه ديال الكاميرا كاشي هشام شفناك واحد القضيه ما طلبتيش الخلاصه ولكن درتي لهم بالحركه شوفك التصويره لا قمل عمر اشنو معني هذه التصويره كنضحكوا اونتخ مين بدا المصور يصور قال لي هبل دير شي حاجه ديال الهبال في التصوير اول حاجه طاحت لك بالك غير هاك 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 هو يصور وطراق عجبتنا التصويره لان جات حاجه من جهه تلقائيه تجي حلوه تجي زينه فعجباتو وخلاها دوزي سمعناك باش مره كنتي في المطار وقفوك لان كانت عندك الغبره في الباليزه هذه بصح هذه خطيطه في الغبره لا الخو عندك واحد الغبره نعتزل الغدا الخو عندك شي غبره شنو كان واقع؟ ماشي غبره غير الشبه الوالده ديالي تخاف عليا من العين ودير لي الشبه والله الا غير الشبه لقاو الشبه وشكو فيها؟ الشبه لا هما لقاوها ولكن ماشي في الايروبور هذه لقاوني في الحدود ديال بلجيكا وهولندا وهما لقاو واحد صغيره هكا حنا نقولها كموس صغير كموسه صغيره فيها والوالده كانت ديما تقول لي الحاجه ديما تقول لي ودي راك عارف ماشي هي تقول الجيران ديالها وصحاباتها ولدك تبعته العين ولدك كل ما يفوت في التلفازه العين دير لي الشبه والحرمان مسكينه ديما حاطيها وديما دير لي ونحيد وهاد المره باش ما تكونش باينه دقاتها دقتها مزيان ردتها غبره ودارتها في واحد الشكيره ودارتها مزيان ودارتها لي بواطاكون بلا ما تقولها لي عرفتني كون تقولها لي غادي نحيدها العين كاينه ولكن ربي ملي بغى يحفظ العبد ديالو يحفظه عرفوا في الاخر انها الشبه ما عرفوش جا عندي قال لي ودي هاد السيد هاد الحاجه ما عرفناهاش راه من نديروها راه تجمد لنا الفم قلت لهم هذا سي كونتخ لي موفيز اي قربتها لهم قلت العين زدتي مشكلتي قال لي كيفاش قلت له ودي حنا عندنا اللي يضربوا بالعين شعلوا فيه الفلاش مشى الور حنايا ميمتي الحبيبه مسكينه تخاف عليا ودارت لي هذه ولكن معليش هربتني من العين غتصيفطني للحبس الحمد لله سي نورمال سي نورمال اي ام كتخاف على ولدها قول لي كي تيجيك توريزم في المغرب ها لو توريزم كتوريزم توريزم سياحه بصفه عامه مزيان واش السياح ديالنا ملي كيجيو كيعجبهم الحال كيمشيو ناشطين فرحانين لا علاش كيمشيوش ناشطين شوف لان علاش انايا تلاقيت معاهم ماشي كلشي يمشيو ناشطين وهذا نظن هذا الشيء راجع لاننا حنا الشعب خصنا ماشي نرحبوا بالبراني ولكن ما خصناش نضحكوا على البراني البراني انتيليجون فكاين بعض الناس اللي يغشوا في البيع والشراء ديالهم وحنايا المسلمين والعرب ما معروفينش بالغش من غشنا فليس منا ولكن واخا يجي نصراني فتعطيه صوره وتحبوا البلاد وتحبوا الدين ديالك فما خصكش تغشوا هذا ميساج نصيفطوا لهادو كاع صحاب الارتيزانه والناس اللي كيبيعوا الحوايج ما تضحكوش على الناس بيعوا وصفي وشرب حنا عندنا واحد الروبورتاج ديكالي على هذه القضيه هذه على التوريزم في المغرب وعلى هذه لي زغناك اللي تيكونوا فيه يعني لي فوكيد راك عارف واش هادشي تيوقع غنشوفوا الروبورتاج ونتلاقاو من بعد يلا المغرب بلاد سياحي بامتياز حيت حنا من البلدان القلال في العالم اللي عندنا البحر والصحراء والثلج والجبل وكيبغيو يجيو لي الناس من العالم كامل حيت عندنا اللوطيلات والمطاعم والمركبات السياحيه وشي مناظر ما تخطرش على البال ولكن كاين بزاف ديال الممارسات اللي كيخليو هذا الدومين ما يبقاش يبان بداك الوجه اللي كنتمناو كاملين Combien de temps ? Ah, aujourd'hui et demain, deux jours. Deux jours. Oui, deux jours. Deux jours. Oui. Elle dit qu'elle veut 1000 dirhams. 1000 dirhams. Ouh là 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 là. Ouais, 1000 dirhams pour acheter le moteur. Combien ? Can't or shouldn't be spending your money. Remember, my girlfriend will kill me. I'll tell you what I'll do. لا لا لا، هاد الزربية ما كديرش داك الثمن وما كطيرش بحال ديال علاء الدين. 180. وكاينين شي وحدين باعوا لبعض السياح بوبريس على اساس انه ولد ديناصور كبير بلا ما نهضروا على هذوك اللي كيجيبوا باب عادي ويبيتوه في الزيت ومن بعد كيحرقوه ويخليوه في الشمس وكيبيعوه للسياح على انه باب ديال القلعه قديمه
وبلا ما نهضروا على مالين الطاكسيات، كاينين شي مالين البلاغي اللي البلغه كدير في الاصل 30 درهم وهو كيبيع للسائح ب 30 اورو. وما نساوش لي فوغيد اللي منتشرين في جميع انحاء المملكه واللي هما كيهضروا جميع اللغات ديال العالم. وإلا بغيتوا هاد الناس يجيو ويجيبوا معاهم العمله الصعبه ويزيدوا يعاونوا المغرب، خاصنا نتكيسوا عليهم شي شويه، لان السياحه معيشه الالاف والالاف ديال العائلات. ايوا داكشي اللي قلتي راه بصح. ايوا ما شفتش انا قلت هذا هاد الرساله كنتمنى توصل لجميع الناس لهاد الناس هادو، كنعتقد ان الرساله وصلت مزيان. وصلت، فنعطيو صوره مزيان لهاد البلاد، وخصنا الناس اللي يجوا عندنا يمشيو ناشطين وفرحانين وعاجبهم الحال، وديما يكون عندنا القناعه، سيرتو القناعه، لان الخوف من الله. دوزي، وصلنا لاصعب مرحله في البرنامج، هي مرحله الصراحه. مستعد؟ خصني نقول صراحة، ما فيهاش واخا مقبلات، انا نقول صراحة. صافي، اول سؤال، شنو هي العقدة اللي عند دوزي؟ حتى حاجة ما معقداني، الحمد لله راضي باللي قسم لي الله، وراضي بالهيئة ديالي كما كانت. كل شيء ديال الله وكل شيء يرجع الله، ما عنديش شي حاجة، شي عقدة شي حاجة. واش دوزي ما ندمش على القرايه اللي ضيع؟ ما نقولوش القرايه اللي ضيع، ماشي القرايه اللي تفيد، هي القرايه اللي تخرج بديبلوم وتخدم بها. كبار يعني تبارك الله ستيف جوبز ونشوفوا اينشتاين، ماشي كلشي يقراو حتى داو لا ليسونس، ولكن الاساس من القرايه هو انك تعلم وانك توعى وانك تثقف، فمن بعد واخا ما تديش ديبلوم ديالك ولا ما دير شي حاجه، بعدا تنفعك في الحياه ديالك. واش عمر دوزي جا الاكتئاب؟ كيجيني كأبا، كتجيني بعض المرات نكون جالس بوحدي، حالات يجوني غير انا بوحدي، نبقى نراجع النفس ديالي. شنو هي الحاجه اللي كيديرها دوزي وكتخرجو من الاكتئاب؟ من نشوف عائله ديالي، الوالده ديالي والوالد ديالي، كنشوف الوالدين ديالي الله يخليهم ليا، تضحك لي الدنيا. نعاود نسولك، واش دوزي غيعتزل الفن ولا مازال هذه القضيه متردده عندك؟ ولا بدي يجي واحد النهار اللي غنعتزل فيه، اليوم غدا بعد غدا شهر شهرين، غادي يجي واحد النهار اللي غادي نعتزل. واش هي كما تعرف اي فنان عنده التزامات مسني على شي حوايج الون تيرم، اللي خصك يعني الوقت، كاين حوايج اللي مخلينك، ولكن انا ان شاء الله يعني غير نكمل هاد الالتزامات ديالي، هذيك الوقيته غادي نتفرغ للحياه ديالي الشخصيه. واصلا ملي نقول الحياه ديالي الشخصيه باغي ندير وليداتي. اخر سؤال، امتى دوزي غادي يرد لي 5 دراهم ديالي؟ خليها سي خاص، انا دوزي. هادي علاش ما بغيتش نرد عليك؟ هادي غتبقى عندي سوفينير حياتي كامله ديال رشيدة. عندك والله ما تمشي هادي. تبارك الله عليك. صف دوزي، سمعنا واحد القضيه انك كترسم مزيان، ولكن 20 عام دروك شحال؟ 15 عام ما رسمتش. 15 عام ملي كنا في الابتدائي كانوا يديروا مسابقات ديال الرسم، كانوا يجيبوا لنا حوايج نرسموهم، كنت ديما يعني نجي اول في المدرسه. شنو كتعرف ترسم؟ في ديك الوقيته الخيال ديال واحد صغير واش غتلقاه يرسم رسوم متحركه، لان حنا كنا عايشين في عالم ديال الرسوم المتحركه. دوزي، بغيناك ترسم لنا 4 ديال الشخصيات ديال الرسوم المتحركه. نديرو شكون؟ سنافر. كابتن ماجد. كابتن ماجد. جرين دايزر. جرين دايزر. ودوق فليد اللي طلع في جرين دايزر. يلا تفضل معايا. يلا نشجعوا دوزي. Yeah.
لا لا توزي الوقت الوقت. دوزي سربي بخاطرك 40 ثانية. ما خليتليش الوقت. يلا يلا يلا. برافو نكمل هذا جرانديزر تبارك الله عليك ثقات على الدوزي والله ما عندي ما يتسالك فيك شكرا لك شفنا كابتن ماجد السنافير ودوك كريم شكرا لك اخر حاجه نبغي تقول كلمه للجمهور المغربي اللي كيتفرج فيك قدام هذه الكاميرا هذه شكرا بزاف على الاستضافه ديالي في هذا البرنامج نتمنى ان شاء الله ما نكونوش كنا ثقال على الناس نكونوا خفيفين الظل من يكون برنامج ناجح مقدم ناجح وجمهور تبارك الله في المستوى الحلقه تكون في المستوى شكرا شكرا على بالك شكرا 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 شكرا